السلام، انا معاد احبوش. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنهضروا فيه على قصة سيدنا يوسف عليه السلام. مهم، الناس اللي غتستافد من هذه القصة هذه هي الناس اللي عندهم الجهاوي، وغيستافدوا منها اللي عزيز عليهم القصص بصفة عامة. مهم، قبل ما نبداو ندخلوا عند هالة، هيا غنخلي لكم هاد لاشين هادي حتى هي كدير قصص زوينين، قصص الرعب وبزاف ديال القصص. دخلوا وتابوناو عندها. اوكي، نبداو قصة سيدنا يوسف عليه السلام، نبي من انبياء الله. واحد النهار فاق يوسف وقال لباه يعقوب عليه السلام: راني شفت منامة. المنامة كانت هي ان يوسف شاف 11 الكوكب والشمس والقمر ساجدين ليه. في ديك الوقت كانوا كيعبدوا واحد الصنم كانت سميتها عشتار. وباه اللي هو يعقوب اب يوسف قال لولده: ما تبقاش تعاود الرؤيه اللي جاتك في الحلم على خوتك، لا يمشي يغرهم الشيطان ويسببوا لك في شي مشكله. طبيعه الحال يعقوب كان حاس باللي ولادو الخوت ديال يوسف وخوه بنيامين راهم كيغيروا منه. يوسف عليه السلام ربي عطاه واحد الميزه، انه كيفسر اي رؤيه، وهذه غنعرفوها من بعد في واحد القصه. فيعقوب قال لولده انه يكتم باش الله يكمل له النعمه كما كملها على جدوده، وجدوده اللي تذكره هو اسحاق وابراهيم. وفعلا اسحاق وابراهيم كانت عندهم هذه الميزه حتى هما. هنا غتبدا واحد التراجيديا، خوت يوسف بداو كيتحدثوا بيناتهم على يوسف. يوسف وخوه بنيامين كانوا اعزاز على باهم. واحد منهم من هاد الاخوه ديال يوسف قال لهم باللي يوسف وخوه بنيامين راهم عزاز على بانا اكثر منا، حنا دابا جماعه وبانا راه ما عارفش اش كيدير، اجي نقتلو يوسف ولا نحطوه في شي ارض بعيده وما يعرفش الارض اللي حنا فيها. وهذا الشيء باش بانا يشوف من جهتنا وحنا نوليو عزاز عليه اكثر من يوسف وخوه بنيامين، ونكونوا قوم صالح في هاد الارض. خوت يوسف ذاكروا باش يقتلوه، ناض واحد منهم قال لهم: ما غاديش نقتلوه بلا ما تقتلوا يوسف، لوحوه في غيابة الجب، زعما لوحوه في البير حتى ياخدو شي واحد ولا تاخدو شي قافلة إلا كنتو غديرو شي حاجة. إلا كنتو غديرو شي حاجة فهذه هي أحسن حاجة ديروها، هي تلوحوه في البير حتى تجي شي قافلة وديه معاه. خوت يوسف اتفقوا على هاد القضية هادي ومشاو عند باهم. قالوا لباهم: علاش ما كتخليش يوسف يمشي معانا وحنا غير كننصحوه وما نبغيو ليه غير مصلحته، صيفطو معانا غدا يلعب وياكل ويشرب وحنا راه غنردو ليه البال. قال لهم يعقوب: انا اللي مقلقني هو يمشي معاكم وتغفلوا عليه وفي الاخر ياكلوا الديب. قالوا ليه: الا كلاه الديب وحنا جماعه راه حنا خاسرين بزاف وما نافعين لوالو في هاد الارض. فيعقوب وافق باش يمشي يوسف مع خوتو، وفعلا مشى معاهم داك النهار. يوسف مشى معاهم وما كانش عارف شنو كيتسناه. تجمعوا باش يلوحوه في البير، داز داك النهار زوين. يوسف حس بشي حاجة غتوقع، فعلا حس بواحد الإحساس باللي غتوقع وبزاف ديال الروايات كيقولوها. فخوت يوسف تأمروا عليه وفعلا لاحوه، لاحوه في البير ورجعوا عند باهم يعقوب في العشاء كيبكيو. بداو كيبكيو، يعقوب سولهم: علاش كتبكيو؟ فين ولدي يوسف؟ قالوا ليه: مشينا نتراماو بالسهام. السهام هو هذاك اللي كيكون على شكل خشبة وفراسها كينموس على شكل السهم. فقالوا ليه: مشينا بقينا كنتراماو بالسهام والسهومة وخلينا يوسف مقابل لينا الحوايج وكلاه الديب. واخا قلنا لك هادشي راه عارفينك انك ما غتيقناش. وفعلا يعقوب جاتو غير كذبة، ما يمكنش يوسف يكون مشى مع جماعة خلاه وحده الحوايج وكلاه الديب. فخوت يوسف عارفين هادشي، وباش يخليو يعقوب باهم وبات يوسف يتيق، جابوا القميص ديالو الحوايج ديالو ديال يوسف ملطخين بالدم. داك الدم ما كانش ديال يوسف، كان غير ديال واحد الخروف كانوا ذبحوه، وشدوا الدم ديالو ولطخوه مع الحوايج ديال يوسف. يوسف كان باقي في البير. خوت يوسف فاش جابوا الحوايج ديال يوسف عليه السلام ليعقوب ملطخين بالدم، يعقوب تاق. فقال لهم يعقوب: كيفاش جاتكم سهلة انكم تخليوه ياكلوا الديب؟ شنو غندير؟ صبر جميل، يعني نصبر على ما فيا والله شاهد على شنو كتقولوا وشنو كتوصفوا. فدازت ايام وجات ايام، والبير اللي كان فيه يوسف دازت من حداه واحد القافله، واحد القافله اللي كانت غادا لمصر ووقفات حدا داك البير باش تعمر الماء. يوسف كان في داك البير
القافلة صفطت واحد الخدام عندهم باش يجيب الماء، لاح السطل جا ثقيل، بقى تيجر تيجر. شكون اللي كان شاد في الحبل؟ يوسف عليه السلام. الخدام فرح، وحتى هادوك اللي كانوا في القافلة فرحوا ولا أسير عندهم. داروا يوسف عليه السلام في القافلة، حطوه مع المتاع ديالهم اللي كان في القافلة، ما بقاش في البير. خوت يوسف عرفوا باللي يوسف راه ما بقاش في البير ولا أسير ديال ديك القافلة. خوت يوسف واخا عرفوا هاد الشي وعرفوا أن القافلة دات يوسف ولا أسير عندهم، ما تقلقوا، ما بقى فيهم الحال، ما ندموا ما والو. لحقوا على ديك القافلة اللي دات يوسف وقالوا ليهم هذا اللي جبتو راه عبد ديالنا، هذا اللي جبتو من البير راه عبد من العباد ديالنا، أعطيونا فيه الثمن ديالو وخذوه ما كاينش إشكال. فالقافلة أعطاتهم شي دراهم قليلة كيفما جا في النص القرآني، دراهم معدودات، وخداوه. خوت يوسف زهدوا فيه وباعوه رخيص للقافلة. هنا غنكونوا سالينا الحلقة الأولى. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم، كنتمنى تابوناو عندي في لاشين وتابوناو في الانستغرام وهضروا معايا في الانستغرام لخصاتكم شي حاجة. شكرا بزاف على الاستماع ديالكم، إلى اللقاء.